موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ بالقوات الجوية إن طائرات السلاح الجوي قامت بتنفيذ طلعتين قتاليتين على الطائرات المتواجدة في قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة لميليشيات الكرامة. جنونو قال إن طائرات تابعة لما يعرف بالكرامة قامت باستهداف القوى الثالثة المتواجدة بقاعدة تمنهنت الجوية والمكلفة بحماية الجنوب بضربات جوية. وأشار جنونو إلى أن القوات الجوية جاهزة للرد على أي اعتداء. أصدر مجلس شورى ثوار بنغازي بيانا الخميس نعى فيه القائد بالمجلس أحمد نوح الفاخري. البيان عبر فيه المجلس عن تعازيه للأمة الإسلامية وليبيا في رجل من رجالاتها، داعيا زمرة الشرفاء وثلة النبلاء أن يسعوا للسير في طريق الجهاد والكفاح كما فعل الفاخري من كسر قيد وحصار أهل قنفودة. البيان دعا للثبات والسير على نهج الصالحين والمجاهدين الصادقين في نصرة المظلوم والدفاع عن الأرض والعرض. عبر المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه من التصعيد في منطقة الجفرة وتمنهنت بالجنوب الليبي. كوبلر وفي تغريدة له على حسابه على تويتر دعا جميع الأطراف إلى إيجاد حلول سياسية. جاء ذلك بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج. يشار إلى أن ميليشيات حفتر حاولت التقدم حول قاعدة تمنهنت القريبة من مدينة سبها. عبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عن قلقه حول ما وصفه بالعنف في تمنهنت. وأكد ميليت في تغريدة له على تويتر على دعمه للحرب على الإرهاب وضد كل من شأنه إشعال الحرب الأهلية في ليبيا، حيث لا يجب إلا لا يحارب الليبيون بعضهم البعض. أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز الأربعاء عن انطلاق عملية عاصفة المتوسط بمشاركة قطع البحرية الليبية ومقاتلات سلاح الجو الليبي لإيقاف عصابات التهريب الدولية الناشطة قبالة الساحل الليبي والمتخصصة في تهريب المحروقات. اللجنة أضافت أن العملية ستتولى مصادرة ناقلات التهريب اعتبارا من الخميس، مع التأكيد على أن جهد اللجنة غير موجه لخدمة أجندات سياسية. وحذرت السياسيين والاقتصاديين من استغلال العملية لخدمة أهداف شخصية عبر وسائل الإعلام. مشاهدينا انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.